شكرا. الآن مع المحاورة الخامسة والسادسة مع الشاعرين المبدعين عبد الله الميزاني ومحمد السناني. الأجلاب وممدوح وامطير حمر أنا العيون، الأجلاب وممدوح وامطير حمر أنا، جيت أشرف حفل ممدوح وأكمل واجبه. والجماعة شفتهم كلهم يتلافتون، نظرة في سد نظرة بدون مناسبة، قول حمران النواظر وكونوا لا تكون، احسب اللي كل ما جيت من تحاسب، من تكون الصادقة من تكون الكاذبة، تركب الاسمين وانتم عرب تستاهلون، شعرتم من دقن ابو زيد ولا شارب، خلوها كلنا ناصين وانتم عرب تستقبلون، كلنا ناصين وانتم عرب تستقبلون، الوجيه الراضية والوجيه الغاضبة، من كل شكل وكل لون، وانت عينك للكواكب ولا شمواكب، بالشوى التجار بين البضاعة والزبون، والموظف جندي والمقصد راتب،
خلوا شباب اسمعوا يا ولد اسمعني فيك شيء من الفطاء نهو شيء من الجنون بلشة المطران بأفكارك المضاربة سلفكم يا الربع ترضون ولا تزعلون والحميدي عندها اوراق ولا حاسبه امزحوا معنا ومع غيرنا لا تمزحوا يمكن ان المزح تعليه فيه من عشبه طلعوها من خرابه وراحت خاربه مزحكم مقبول واليا زرعت تحصدون مزحكم مقبول ويلي زرعتم تحصدون والعمق والمهد ما فيه برج مراقبة البشر لله هم يركعون ويسجدون وانت مالك غير سجده وروك غايبة كل ما رحت وتنا جون روح ولا تجون سرك المدفون في ايامك المتقاربه